الرجالة حررت البلاد ما كلتش فيها قوطي تاع يايورت، دفعت عندها أغلى حاجة عندها وهي واش النفس. تمد لي نفسك انت هاك ما تقدرش مدوا نفسهم، تجيني أنا فين نوقف على 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000 تاع لي زاتليت ندربهم في سبيل الله، ندير أكثر من ذا الشيء وما نلحقش هذوك اللي ما سقطونا في سقطونا يعني في ميدان الشرف شهداء الواجب، ما نلحقهمش حتى في صباحهم كيما هاك، والله ما نلحقهم حتى في صباحهم، خاطر هذوك قدموا الواجب تاعهم كما ينبغي. أنا اليوم الحمد لله ما مر عندي عجز 60% ولكن الحمد لله يا ربي باقي عندي 40%، راني مع الوليدات إلى آخر قطرة من دمي. هذا عهد وهذا يعني قاسم ما قسمته وما رجعش عليه. كي راني نقول ما نقولش ودي شعارات، الوطن ماهوش شعار، الثورة ماهيش شعار، الوطن هو الميدان. كلمة شكر لازم تتقال عشان مش من طبعنا ننسى حد قال كلمة حلوة في حقنا. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا قناة فرهادة. يبقى الرسالة اللي نوجهها، الرسالة اللي نوجهها كيسو سوا مسؤول، أي إنسان في في في, في منصب راه مسؤول، كيسو سوا مدرس ولا رئيس مؤسسة ولا مؤسسة اقتصادية أي حاجة، اتقي الله في ذي البلاد. عدنا حاجة وقود، شباب هما وقود المستقبل، لأننا نحوسوا على مستقبل يعني لا بأس به ونكونوا دولة لا بأس بنا. التفتوا التفاتة حسن الشباب، عاونوا شباب، وجهوا شباب. الحقيقة أن أنا كنت شاركت معاكم ردة فعلي على فيديو من حوالي شهر تقريبا للشيخ علي أو وحش المتوسط اللي عمله مع مستر أبي، وكنت اتكلمت عن الفيديو دوت وقلت ان الراجل ده يعني ربنا يبارك له وربنا يجعل في ميزان حسناته كل اللي هو بيعمله مع الشباب في ولاية سعيدة، لان هو بيدرب شباب ويحميهم من المخدرات ومن الانحراف ومن التفكير في اي حاجة بالرياضة في احدى القاعات الرياضية في ولاية سعيدة. واتكلمت عنه وقلت ان الراجل ده ربنا بجد يبارك له وربنا يحفظه على اللي هو بيعمله مع الشباب الجزائري، وياريت اصلا كل الناس تقتدي بيه وكل الناس تحتذي وتعمل اللي هو بيعمله او حتى ربع اللي هو بيعمله. والحقيقه برضو ان انا لما عملت الفيديو ده كان في قنوات كتيره سبقتني في رده فعلها على الفيديو ده، لان كان الفيديو ده اصلا لسه نازل جديد، وفي قنوات كتيره سبقتني وعملت رده فعل على الفيديو ده وكانوا حتى معدين في المشاهدات طبعا بما انهم سبقوني في الوقت وسبقوني في ردة الفعل اللي هم عملوها على الفيديو ده. لكن المفاجأة بقى ان الحمد لله الفيديو بتاعي وردة الفعل اللي عملتها على الفيديو ده جاب مشاهدات عالية جدا لدرجة ان انا عديت قنوات كانوا سابقيني في ردة الفعل بتاعتهم، والحمد لله رب العالمين الفيديو لقى استحسان عند الناس كلها سواء في التعليقات او في المشاهدات او في اللايكات او في كل حاجة الحمد لله. وكانت المفاجأة الكبيرة بالنسبة لي والحاجة المفرحة بالنسبة لي جدا ان صاحب الفيديو نفسه يعلق لي على الفيديو اللي انا عملت عليه ردة فعل، وهو الشيخ علي اللي في ولاية سعيدة. ودي حاجة بصراحة بسطتني جدا واسعدتني جدا. تخيل انت اصلا لما تعمل مجهود وتقدم محتوى كويس وتبذل مجهود في الحاجة اللي انت بتقدمها وتحاول بقدر امكانك تقدم للمشاهد حاجة تنفعه وحاجة تفيده وفي نفس الوقت تقدمها بشكل مختلف عن كل القنوات اللي حواليك، دي فعلا هي اللي بتسعد الواحد وتخليه دايما يحاول يبتكر وتحاول اللي هو يبدع وتحاول اللي هو اصلا يقدم محتوى كويس. والناس صدقوني يا جماعه ما بقتش زي الاول بتاخد اي حاجه وخلاص، اي نعم في تفاهات موجوده على اليوتيوب الناس كلها بتشوفها وبتسمعها وجايبه مشاهدات وجايبه لايكات وجايبه حاجات كتيره، لكن صدقوني المحتوى الجيد دايما بيفرض نفسه ودايما المحتوى الكويس بيفرض نفسه. تعليق الشيخ علي ليا كان بيبقى ثابت وسام احطه على صدري، وان انا يعني حاجه تفرحني وحاجه تسعدني ان واحد انا عملت عليه رده فعل على فيديو بتاعه وان هو يشكرني، ولا حتى عملت التعليق بتاعه تعليق مثبت بحيث كل اللي يخش على الفيديو بتاعي ويشوف ردة الفعل اللي انا عاملها على الفيديو بتاعي يلاقي التعليق بتاعه اول حاجه. حتى التعليق بتاعه الحمد لله كل الناس اللي دخلت علقت بعد كده وشاف التعليق يعني جاب لايكات يجي 1000 لايك ولا حاجه تعليقه بس جاب مثلا 500 تعليق على او رد على التعليق بتاعه، ودي حاجه بسطتني جدا جدا جدا. وقلت ان انا لازم اصلا اطلع في فيديو منفصل بعيد عن اي فيديو وبعيد عن اي حاجه، ان انا لازم اطلع واشكره واقول له بجد انا بشكرك بجد ان انت يعني اثنيت عليا واثنيت على الفيديو اللي انا عملته واثنيت على رده الفعل اللي انا عملتها على الفيديو بتاعك. وانا بصراحه يعني مش قادر اقول اصلا مدى شعوري بالسعاده تجاه الشكر دوت، عشان اصلا لازم الناس الكويسه اللي زي دي تتشال على الراس. في نقطه معينه انا عايز اتكلم فيها بالنسبه للفيديو بتاع الشيخ علي اللي انا عملت عليه رده فعل، ان هي ان انا طبعا كنت اصلا كاتب على الصوره المصغره بتاعه الفيديو او كاتب حتى في العنوان بتاع الفيديو ان هو الجزائري الملقب بالشيخ
الجزائري الملقب بالشيخ. وناس كتيره في التعليقات قالوا لي ان اصلا كلمه شيخ عندنا في الجزائر دي معناها دي بتقال للمدرب او للاستاذ او للمعلم، اي حد يعني بيعلم حد او بيدرب حد او كلام من ده. طبعا كلمه شيخ عندك في الجزائر مختلفه عن عندنا في مصر. احنا يعني عندنا مثلا كلمه شيخ بتتقال للراجل اللي هو مثلا يعني متدين، او الناس او مثلا الراجل اللي هو مربي دقنه او كلام من ده، لكن كلمه شيخ في الجزائر بتبقى حاجه ثانيه. والحمد لله المشاهدين او المتابعين لقناتي، وانا طبعا بشكرهم على التوضيح دوت، وضحوا لي في تعليقات كتيره جدا 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 المعنى دوت. وانا بصراحه ما كنتش اعرف بصراحه ان كلمه شيخ في الجزائر مختلفه عن كلمه شيخ في مصر. انا عشان بس شفت في الفيديو نفسه مستر ابي كان بيقول له يا شيخ يا شيخ، فانا افتكرت ان هو فعلا اللقب بتاعه شيخ، لكن هم وضحوا لي. وانا بشكر كل اللي علق لي على الفيديو، وبشكر كل اللي كتب لي ووضح لي حاجه. انا مش فوق اي حد، انا بتعلم من اي حد، واي حد يشوفني انا اخطات في حاجه يا ريت يردني، وانا تحت امره مفيش اي مشكله بالنسبه لي، لان انا برضو بحاول دايما اقدم الحاجه كويسه. ممكن اخطا في حاجات، ممكن اصيب في حاجات، دي حاجه بتاعت ربنا. انا بس بحاول بقدر امكاني ان انا اجتهد واقدم محتوى كويس يليق بالمشاهد ويليق بالمشترك في قناتي. يعني دي حاجه حبيت برضو اوضحها. انا في نهايه الفيديو عايز اقول للشيخ علي اللي هو وحش المتوسط، انه احد قوات الخاصه الجزائريه، اللي هو طبعا برضو دي كلها جات لي في التعليقات، قالوا لي ان هو كان ملقب وحش المتوسط، وهو احد قوات الخاصه الجزائريه وكان متقاعد بسبب اصابه. وانا برضو ان شاء الله بوعدك ان انا هحاول اعمل، طبعا انا عرفت ان انت عندك قناه على اليوتيوب وشفتها، انا هحاول اعمل ردات فعل على الفيديوهات بتاعتك، واحاول ان انا اظهر قدراتك، لان انت اصلا فعلا تستحق الشكر وتستحق الثناء وتستحق ان انت تبقى في مكانه احسن من المكانه دي. ويا ريت فعلا كل حتى المسؤولين اللي في الجزائر يسمعوا كلام الشيخ علي، لان بصراحه قال كلام كل واحد جزائري يتمنى يقوله، وقال كلام كل واحد جزائري شايفه زي ما هو قاله كده بالظبط. انا في نهايه الفيديو بشكر الشيخ علي وحش المتوسط احد افراد القوات الخاصه الجزائريه، وبقول له ربنا يبارك لك، وربنا يزيدك من نعيم الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك اللي بتعمله مع الشباب الجزائري. ويا ريت كل الدول العربيه تعمل زي ما انت بتعمل، كل الافراد حتى في الجزائر او بره الجزائر يعملوا زي ما انت بتعمل كده. بجد ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ربنا يبارك لك، ربنا يوفقك، ربنا يزيدك ويديك صحه على صحتك، وربنا ان شاء الله اكيد هيعطيك خير على اللي انت بتعمله مع الشباب الجزائري. في نهاية الفيديو تاني مرة برضو، او المرة الاخيرة او المرة مليون، لازم اشكر الشيخ علي، واقول لك ان شكرك وتعليقك على فيديو اللي انا عملته ده انا احطه وسام على صدري، وانا بشكرك بجد بجد بجد، ومش قادر اقول لك اصلا مدى سعادتي باللي انت عملته، او باللي مش قادر اقول لك ان تعليقك دوت كانت راح اسعدني ازاي، لان بجد 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 تعليقك ده اسعدني. اتمنى في نهاية الفيديو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لو اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو وتشاروا الفيديو في كل مكان وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.